المدرسة كنا نتعلم فيها وننشط حالنا، وهذه المدرسة كنا بننام فيها كل يوم وبنصحى وبنلعب وبنعمل أي إشي فيها. هذه المدرسة يعني مش كتير نظيفة، تختلف عن هذيك المدرسة. خلال عملنا الإغاثي أجتني فكرة شخصية بمبادرة تطوعية إنه نستكمل العملية التعليمية ونخلي طلابنا يستعيدوا مستواهم الدراسي وما نخليهم ينقطعوا عنها. فقدت بعض طلابي من السابقين يعني الأصليين من مدينة الزيتون، في كذا طالب يعني استشهد وأجاني خبر استشهاده. أصعب سؤال واجهني من بعض الطلاب اللي هو يعني أحد الطلاب سألني متى هتخلص الحرب أو متى هنرجع لبيوتنا؟ طبعا ما في إجابة محددة لهذا السؤال، كيف هنستكمل حياتنا الطبيعية؟